نظمت الجالية المصرية بالتنسيق مع ائتلاف المصريين بالخارج وتحالف دعم الشرعية مؤتمرا بعنوان الدفاع عن الأرض والدم، وذلك رفضا لأحكام الإعدام وللتنديد أيضا بقرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. تيران وصنافير يا إخوة تصبح منفذا بحريا دوليا إقليميا، ليس لمصر سلطان عليه. إذا أصبح منفذ إقليمي ودولي، إذا مصر ليس لها أي سلطان عليه، ستكون هناك قوات دولية تحمي هذا المنفذ، وهو تقريبا الشريان أو المنفذ الرئيسي لإسرائيل، وستمر من خلال السفن. وقناة السويس اللي بتجيب النهاردة 5 مليار أو 5.5 مليار مش هتجيب حتى ربع مليار في بعد. إذا الصورة الأكبر من إن احنا أعطينا تيران وصنافير للسعودية. السعودية منذ يعني معلش منذ عشرات السنوات يا إخوة، وهي مصر تبسط سيادتها على هذه الجزر، عشرات السنوات تبسط سيادتها على الجزر. ما الذي جد اليوم في يوم وليلة أن تطالب السعودية بهذه الجزر؟ ما الذي جد اليوم؟ حتى إن ملك السعودية نفسه قال أنا لا أعرف شيء عن تيران وصنافير في 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 الصحف الأمريكية، وقال أنه إيه أن هذه مصر أهدتها لنا، يعني أننا وقفنا بجانب مصر وهي أهدتها لنا. ولمناقشة هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ نزار قنديل. أستاذ نزار أهلا بك. أهلا بك وسلام. الحقيقة ده يبدو أن ده كان جزء من رفض قطاعات مختلفة في مصر لاتفاقية تسليم تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. هذه المرة جاء الرفض من الخارج من بعض المصريين وتحالف دعم الشرعية في جنوب أفريقيا. كيف ترى عمومه؟ يعني هو في سياقين مختلفين. يعني السياق أولا احنا نعتبرهم من الخارج لأنهم مضطرون أن يكونوا من الخارج، يعني لكن هم في النهاية من نسيج المجتمع المصري الذي أرغمه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على الخروج من مصر. إذن هم جزء من النسيج المصري الذي يرفض رفضا قاطعا فكرة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. وقلت سابقا أن مركز بصيرة، وهو مركز حكومي معروف من يديره ومعروف توجهاته، خرج باستطلاع رأي وباستبيان قال فيه أن 11% فقط من المصريين هم الذين يوافقون على التنازل عن الجزيرتين. طبعا أنا أعتبر هذه النسبة فيها مبالغة كبرى، ولكن حتى لو اعتبرنا أنها نسبة صحيحة فهذا يعكس أن هناك إجماعا مصريا على التمسك بالأرض. من جهة أخرى يعني أنا أرجو، أنا يعني لم أستمع إلى الكلام كاملا يعني، ولكن أنا دائما أفضل أن نلتزم بالموضوعية وأن نلتزم بالدقة في بعض المعلومات. طيب السعودية لم تقل أنها لا تعلم شيئا عن الجزيرتين. صحيح. بالعكس محمد بن سلمان من فترة قريبة جدا، وهذا كان شيء مؤسف، أنه لم يخرج مسؤول رسمي مصري ليرد عن شخص أيا كان موقعه، وأيا كان احترمنا لكل النظم في أي مكان في العالم، يعني أن يقول نحن واثقون من أن مصر ستسلمنا تيران وصنافير. وهي كان هذا ضمن رؤية 2030 لمحمد، كان هذا بعد حكم محكمة مصرية وقبل أن يطرح أصلا على في مجلس النواب. طيب. سأعود إليك بالطبع مرة أخرى أستاذ نزار، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من جنوب أفريقيا السيد أحمد المشطاوي الناشط السياسي. سيد أحمد أهلا بك معنا. يا مرحبا، أهلا بك وأهلا بضيفنا الكريم. هل لك أستاذ أحمد أن تطلعنا أكثر عن تفاصيل المؤتمر الذي عقدتموه في جنوب أفريقيا رفضا للإعدامات الأخيرة في مصر ورفضا أيضا لتسليم تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية؟ نعم استاذ احمد، احنا بفضل اسحبت على اتمام اليوم مؤتمرنا، وكان بعنوان اسقط خائن او قف الاعدامات، وكان بمشاركه المتحدث باسم متحدث دعم الشرعيه ومتحدث باسم الجاليه المصريه وايضا متحدث باسم حركه طلاب ضد الانقلاب. يعني المؤتمر يعني كان بحضور ابناء الجاليه المصريه. كان هناك توصيات يعني خرجنا بها من المؤتمر، وكان منها المطالبة بوقوف أحكام الإعدام الظالمة بحق أبناء وشباب مصر، وحملنا أيضا سلطات الانقلاب كل ما سيترتب على تنفيذ مثل هذه الأحكام، كما أيضا يعني طالبنا جهاز القضاء
بألا يعني يستمر في هذه المهزلة القضائية باستصدار أحكام إعدام بالجملة لا تستند إلى أدنى درجات النزاهة والشفافية. أيضا يعني أكدنا على بطلان هذه الصفقة، صفقة الخزي والعار بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. ويعني نرضى بأي دولة عربية وأي دولة من دول الخليج أنها تستغل هذه الظروف الراهنة في أرض مصر بقيادة هذا المجرم السفاح عبد الفتاح السيسي، ويتم يعني عقد صفقات من شأنها التفريط في مقاطعات البلاد وثروات البلاد. أرض مصر ليست ملك لنظام، ليست عزبة، أرض مصر ملك لشعب مصر ولأبناء مصر، ولا يملك أي نظام حق التفريط فيها. هذه أرضنا، ويعني وأثيرت الدماء لأجل هذه الأراضي. طيب أحمد، هل يعني اكتفيتم بفكرة عقد المؤتمر والذي أزعنا جزء منه على الجزيرة مباشر، أم يعني ستتخذون إجراءات أخرى في ما تحدثت فيه الآن؟ نحن بإذن الله سنرفع هذه القضايا الخاصة بأحكام الإعدام، سنرفعها في المحاكم الجنوب أفريقية، وإذا تطلب الأمر سنرفعها في المحاكم الدولية. يعني نحن لنا قضية ضد زعيم الانقلاب عبد الفتاح هنا في جنوب أفريقيا، لازالت تأخذ مجراها في المحاكم الجنوب أفريقية، وعلى أثرها وكان قد اعتبر إلى الآن هو لم تطأ أرض جنوب أفريقيا خوفا من هذه القضية المرفوعة ضده وضد نظامه في محاكم الجنوب أفريقية. ونحن أيضا سنرفق مثل هذه الأحكام الخاصة المرفوعة ضد شباب وطلاب مصر، هذه الأحكام التي من شأنها يعني أن التفريط في الدماء والتفريط وانتهاك للحرمات، يعني أحكام الإعدام التي لا تستند إلى أدنى درجات الشفافية. فنحن إن شاء الله متواصلون، نحن من هؤلاء زملائنا، هؤلاء أبناؤنا، يعني فالحكم بالإعدام عليهم هو الحكم بالإعدام علينا. يعني أغلبنا الآن في مصر يعني خرجوا بسبب الملاحقات الأمنية والمطاردات، وبعضنا خرج من السجون والمعتقلات. نعم، على أي حال يعني أشكرك على هذه المشاركة السيد أحمد المشطاوي الناشط السياسي، كنت معي عبر الهاتف من جنوب أفريقيا. ونذهب مشاهدينا إلى الكرام إلى خبر آخر خاص بالبرلمان المصري، فقد أرسل 119 نائبا بالبرلمان المصري من الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي وافق عليها مجلس النواب مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب النواب بإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأنها. ونصت المذكرة على انتقاد ما حدث في طريقة تمرير الاتفاقية التي تمس السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من أخطاء بالجملة بشأن مدى الالتزام بصحيح القانون والدستور في ظل حكم نهائي وبات ويجب احترامه، في إشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية وقيام إدارة المجلس بتأويل نصوص الدستور حسبما تتجه إليه رؤيتها والمصادرة على أي رؤية مخالفة. وتابعت مذكرة النواب أن إدارة المجلس لم تلتزم بصحيح القانون واللائحة حتى في الإجراءات الشكلية، وصادرت على كل الآراء الرافضة للاتفاقية ولم تعطي الفرصة لاستجلاء أي أمر أو توضيح وجهة نظر أو سماع خبراء يعتقدون بمصرية الجزيرتين أو إجراء تصويت صحيح طبقا للائحة المجلس. نعم أستاذ نزار، فكرة أن يكون عدد 119 نائب الآن يتوجهون إلى رئيس الجمهورية لمحاولة إثناء على التوقيع على هذه الاتفاقية بعد إقرار مجلس النواب، أليس عبد الفتاح السيسي هو الذي يعني أعلن عن تسليم الجزيرتين وأنها سعودية ولا توجد وثيقة واحدة تثبت مصرية الجزيرتين؟ يعني في خطاب أو في نقاش سجل أو بث على الهواء مباشرة، وهو كرره أيضا، وهذه هي من المفارقات. يعني ما يحدث الآن هو نوع من محاولة إبراء الذمة أو تسجيل موقف. أنا أحترم جزء من هؤلاء، لكن من المفارقات يعني عدد الرافضين لتمرير أو الموافقة أو الاتفاقية تيران وصنافير المسماة بترسيم الحدود زورا وبهتانا، والمقصود بها بالتحديد التنازل عن تيران وصنافير. نعم. 98. الآن هناك 119
نائبا يتقدمون بهذه المذكرة، بما يعني أن هناك 21 عضوا لم يكونوا أصلا موجودين. هؤلاء أنا يعني أقول لك وللمشاهدين معلومة، تهربوا من حضور الجلسة، تهربوا من إعلان موقفهم بالرفض، فقط هم تحت ضغط الرأي العام يعني دوائرهم الانتخابية يسجلون موقف بهذه المذكرة المتهافتة في الحقيقة. يعني كان أولى بهؤلاء، يعني لك أن تتخيل سيناريوهات، يعني في العمل السياسي والسياسة هي فن لا ممكن، ليس فن الممكن. يعني تخيل لو أن 119 نائبا من البداية استقالوا، قدموا استقالتهم رفضا لمناقشة القضية أصلا بالمخالفة للدستور وللقانون. يعني هو مجرد طرحها على مجلس النواب هو المخالفة الكبرى. أعتقد كان يوقف الأمر برمته بالتأكيد داخل المجلس. أو على الأقل سيحدث دويا سياسيا محليا ودوليا مهم جدا، يؤثر بالتأكيد. نعم، من تقدم باستقالته بعد التمرير هو نائب واحد من حزب الوفد محمد فؤاد، من حزب وهو فقط في كلام عن إثنائه عن استقالته. لكن بعضهم الآن يقول سنتقدم باستقالتنا، منهم هيثم الحريري مثلا 25 إذا صدق عبد الفتاح السيسي. سيصدق عبد الفتاح السيسي لأسباب مهمة جدا ينبغي. طيب سنذهب يعني لهذه الأسباب بشيء من التفصيل، لكن ينضم إلينا الآن عبر سكايب من تورنتو بكندا الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق. دكتور ثروت أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك وضيوفك الكرام. نعم دكتور ثروت، كبرلماني سابق، ما رأيك فيما ذهب إليه ما يقرب أو 119 نائب برلماني مصري من أنهم يعني بمذكرة يطالبون فيها السيسي بإرجاء التصديق على اتفاقية تيران وصنافير؟ هل هذا الأمر مجدي من وجهة نظرك؟ لا طبعا مش مجدي، مستجيري بالرمضاء بالنار. يعني طبعا كلام تهريج، وكما ذكرت عند حضرتك قبل كده برضو في قناتكم في الجزيرة، أنا كنت أول واحد كتبت رسميا إن هؤلاء طبقا للدستور الحالي إذا كانوا بهذا العدد كما يدعون وأنشرون على صفحاتهم وصفحات التواصل الاجتماعي ومؤمنون بالقضية، عليهم بتقديم استقالتهم استقالة مسببة تمنع فكرة التصويت من الأساس، لأن لا يجوز التصويت على مثل هذه المعاهدات بأقل من 450 نائب داخل المجلس. فكان في إيديهم يعني أداة قوية جدا، ومن حقهم أداة دستورية من حقهم أن يفعلوها ولم يفعلوها، فهل هم جادون؟ ولماذا لم يستقيلوا إذا كان قد تم التصويت بطريقة يرونها يعني غير دستورية؟ ويعني كيف يستجير نائب بالسلطة التنفيذية في تحقيق ما يجب أن يقوم به كسلطة مراقبة وتشريع؟ كلام مسرحية وتهريج ينم عن شبه دولة، ويدل على أن كل ما يحدث هو يصب في مصلحة السيسي من أن هناك بعض المعارضة، وأنه اتخذ يعني اتجاها شبه قانونيا وضرب بعرض الحائط بإحدى السلطات وهي السلطة القضائية ليأخذ بالسلطة التشريعية وسلطة المراقبة ويضع نفسه في صورة أجمل. نفس فكرة يعني تزويق أي نظام ديكتاتوري أو سلطوي بشوية معارضة وناس يقولوا اللي هم عايزينه ويطلعوا إن شاء الله حتى يشتموا لغاية يعني سقف معين. فالفكرة أصبحت مسرحية، مع احترامي الشديد للنائب الوحيد أعتقد محمد فؤاد الذي استقال بالفعل من المجلس، له كل التقدير إذا كان قد اتخذ هذه الخطوة. أما إذا كانوا حقا جادين فبيروحوا للإنسان اللي وقف وقال ما حدش يكلمني في الموضوع دوت، اللي هو أساسا يعني غير قوانين السلطة القضائية من أجل أن ينتقم من المستشار الدكروري فلا يعطيه الحق الأصيل له في أن يكون رئيسا لمجلس الدولة لمجرد أنه حكم بمصرية تيران وصنافير. هل هذا الرجل هم من يستجيرون به؟ طيب. أعتقد أن ده هزل. نعم. ويجب أن يتوقف الآن، وإذا كانوا جادين فليعلنوا الاستقالة المتأخرة والتي قد لا تجدي في عملية التصديق أو في عملية المرور، ولكن قد ترفع عنهم الحرج أمام الشعب، وقد ترفع عنهم فكرة الخيانة العظمى الذي يجب أن يحاكموا عليها مثلهم مثل كل من مرر وصدق على هذه القضية على هذه الاتفاقية. طيب. وبرر بيع أراضي مصرية أصيلة. ابقى معي دكتور ثروت، سأعود إليك، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي سليمان جودة. سيد سليمان أهلا بك معنا. أهلا وسهلا.
نعم، يعني إذا أخذنا موضوع الـ 119 نائب اللي تقدموا للسيسي بإرجاء التصديق على اتفاقية تيران وصنافير مأخذ الجد، هل تعتقد أن ممكن السيسي يلتفت لهؤلاء ويمتنع عن التوقيع عن اتفاقية تسليم تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية أم لا؟ والله يعني شوف، هو الاتفاقية عندما يعني وافق عليها البرلمان أصبح أمامها خطوة واحدة، وهي أن يصدق عليها الرئيس أو لا يصدق، والدستور يمنعه هذا الحق، يمنحه هذا الحق. لكن يعني في النهاية علينا أن نسأل أنفسنا ما هو الهدف من إرجاء تصديق الرئيس على الاتفاقية؟ هل الهدف هو إعادتها إلى البرلمان مرة أخرى للنقاش؟ في النهاية سوف تنتهي نفس النتيجة. يعني أنا رغم أن أنا كنت يعني مؤمن في البداية بأنه الرئيس قد يكون من الممكن أو قد يكون من المقبول أو من المطلوب أن يتمهل قليلا في التصديق عليها، لكني بعد أن فكرت في الأمر وجدت أنه يعني إمهال التصديق لن يؤدي إلى شيء. في النهاية الاتفاقية نوقشت في البرلمان ومرت في البرلمان، وأصبح الرئيس أن يصدق عليها لتصبح سريعة المفعول. أستاذ سليمان، حضرتك شخصيا ككاتب صحفي معروف للحقيقة ولك جمهورك، أنت إيه رأيك في هذه المسألة؟ يعني الجزيرتين بالفعل بعد أكيد اطلاعك يعني ومناقشة الخبراء من خلال موقعك، الجزيرتين فعلا يعني يتبعوا المملكة، تابعين للمملكة العربية السعودية أم لا؟ والله يعني شوف، هذه مسألة يعني أتمنى أن يتناولها في موضوعية بعيدا عن مصر وبين السعودية، يعني ينظر إليها في إطارها الطبيعي الموضوعي. الجزيرتين يعني نقطة في موضوع أكبر اسمه تعيين الحدود البحرية بين مصر وبين السعودية من جنوب البحر الأحمر إلى شماله. نمرة اثنين، عندما يعني أنا قلت هذا الكلام كثيرا وممكن قلت مع حضرتك قبل كده، أنه لما رئيس الجمهورية يقول أنه عاد قبل أن يقول كلمة واحدة في الملف إلى الجيش وإلى المخابرات وإلى الخارجية، وأن الأطراف الثلاثة هو تصرف على أساس موقفها، أنا لا يمكن أن أشك في ولاء الجيش المصري لتراب بلده لحظة واحدة. طيب، لكن المصري الذي قتل على أرض سيناء. جميل جميل، الكلام ده مهم طبعا، لكن حتى هذه اللحظة ما قلتليش رأيك يا أستاذ سليمان، رأيك إيه في الموضوع؟ رأيك هم يتبع المملكة أم مصرية الجزيرتين؟ رأيك أنت الشخصي. الحقائق العلميه المتاحه امامنا حتى هذه اللحظه بتقول انه الجزيرتين يعني يتبع السعوديه، مش ولا يتبعني مصر. طيب حضرتك، انا مما قرات، وصحح لي لو سمحت، وما ساوجهه من سؤال ليس شخصيا لانه لي علاقه بالموضوع، حضرتك اعتقد كنت اليوم او بالامس موجود داخل سفاره المملكه العربيه السعوديه في مصر، هل ناقشت مع سفير المملكه هذه النقطه؟ لا، أولا ده كان حفل إفطار من أسبوع. كويس. وكان مقام السفير السعودي كان أقامه أصلا تكريما للدكتور مصطفى الفريقي بمناسبة توليه مدير مكتبة الإسكندرية. والموضوع وده كان قبل أن البرلمان يناقش القضية، والنقاش في أثناء الإفطار أو بعده لم يتطرق إلى هذا الموضوع. يعني بحس الصحفي لم تحاول أن تسأل يعني السفير السعودي ورأيه في الموضوع، تفتح معاه النقاش عندما قابلته؟ لا والله، بما انه الافطار في بيت الرجل والمساله يعني ربما تكون حساسه له او لي، فانا يعني فضلت انه يعني تجنب الموضوع. طب بما ان المساله حساسه، الم تجد حرجا ما من ان تكون مدعوا على يعني على مائده افطار السفير السعودي في ظل كان نقاش محتدم حول جزء من الوطن، هو هل يتبع المملكه ام يتبع مصر؟ ده بالنسبه لحضرتك او لمصطفى الفقي او لغيره اللي هو قال بسعوديه الجزيرتين، كان لا يمثل اي حرج؟ لا اطلاقا، يعني انت مدعو على حفل افطار ولست مدعو الى ندوه سياسيه، وبالتالي فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى تماما. طب لماذا كان الإفطار يعني على شرف مصطفى الفقي؟ هل فقط لأنه تسلم رئاسة مكتبة الإسكندرية أم أنه لأنه قال بسعودية الجزيرتين؟ لا، يعني معروف أنه هناك صداقة بين الدكتور الفقي وسفير الأبطان، وصداقة حتى تسبق مجيء سفير الأبطان إلى القاهرة منذ أن كان يعمل في نيويورك أو في واشنطن.
وصادقة يعني موجودة صادقة على وجوده في القاهرة، وأعتقد أنها سوف تبقى بعد مغادرة القاهرة. والمسألة لها علاقة بصداقة شخصية بين الرجلين ولا علاقة لها بمسألة لكن كويس، لكن مش شايف أي شيء أخلاقي في كون إن عدد من الصحفيين المصريين وبعض الساسة يعني السابقين كمصطفى الفقي يكونوا موجودين داخل بيت السفير السعودي أثناء مناقشة المسألة داخل البرلمان المصري، ده لا يمثل حرج من وجهة نظرك؟ لا أنا أعتقد لا يمثل أي حرج. طيب تمام، ابقى معي سيد سليمان. أستاذ نزار، ما رأيك فيما ذكره السيد سليمان جودة من أن لا هو مرتاح لأن الجزيرتين سعوديتان وفقا لأن الجيش المصري موافق على دول المخابرات وما شابه؟ يرتاح كما يشاء، وهنيئا له بالانضمام إلى من وصفتهم المحكمة الإدارية العليا بالخونة. نحن حينما نصف عبد الفتاح السيسي بالخائن نستخدم الوصف الذي وصفته به المحكمة الإدارية العليا، وصفت نعم وصفت من يتنازل ومن ساعد ومن أيد هم من الذين خانوا تراب الوطن. هذا نص الحيثيات، أرجو أن نرجع لأنه هو درة من الدرر القضائية وهو الأهم الحقيقة في الحكم. هذه واحدة. الأخرى هذه الحجة التي نسمعها باستمرار وهي ليست حقا يراد به باطل، هي باطل بنت باطل، وهي إن الجيش وافق. هو سامي عنان كان رئيس أركان الجيش ولا كان رئيس الحكم المحلي في طهر موسى؟ بس سابق في النهاية، في رئيس أركان حالي، في وزير دفاع حالي. ممتاز ممتاز. هذا السابق، هذا السابق هو الذي عاصر هذه القضية، هذا السابق هو الذي حارب من أجل هذه القطعة. مجدي حتاتة، الفريق مجدي حتاتة كان في الجيش ولا كان برا الجيش؟ أكيد كان قيادي كان رئيس كبير أركان. كان رئيس أركان في الجيش مجدي حتاتة، وكذلك أحمد شفيق. أحمد شفيق ابن النظام وحبيبه ورئيس وزراء سابق ووزير عند المخلوع ومعروف علاقته بالنظام السياسي الحالي، كان في الجيش ولا كان برا الجيش؟ كان في الجيش. المحكمة حين حكمت عادت إلى إيه؟ إلى وثائق قدمها خالد علي مستقاه من إيه؟ من الخارجية ومن المؤسسة العسكرية ومن المخابرات العامة ومن المخابرات الحربية. فهذه الحجة التي يحاول مؤيد الانقلاب تسويقها زورا وتزييفا للحقيقة ينبغي أن تتوقف. نعم. الجيش المصري في صلبه حزين لتمرير هذه الحقيقة. يعني اسمح لي، ده كلام حضرتك، لا ما خرجش حاجة رسمية من الجيش بتقول ان هو حزين على تسليم الجزيرتين. انا بكلمك كصحفي مثلك، انا ما فيش حاجة في ايدينا تقول دوت. كما تقول بالضبط ان قائد الانقلاب العسكري الان يمثل مصر، هو لا يمثل مصر. ما هو اما ان نعترف ان ما حدث هو انقلاب عسكري وبالتالي كل ما بني عليه باطل، او هو يمثل مصر في أمر واقع. لا هو يمثل مصر. النظام. سأعود إليك أستاذ نزار، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة عماد حمدي القيادي بتيار الكرامة. سيد عماد أهلا بك معنا. أهلا وسهلا يا أخ أحمد. نعم أستاذ عماد، في هل ما زلتم مثلا تعولون أنتم كتيار سياسي على البرلمان أو 119 نائب اللي بيحاولوا يتحدثوا إلى السيسي أن يرجئ التصديق على تسليم تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، هل تعولون على ذلك أم أن الأمر بالنسبة للبرلمان قد انتهى تماما؟ يعني لا تعويل على هذا البرلمان ولا تعويل على نظام الحكم بكل مؤسساته الشكليه جدا. والحقيقه انا استقبلت النهارده الطلب اللي قدمه 119 نائب لعبد الفتاح السيسي بارجاء التوقيع او ارجاء التصديق على الاتفاقيه بشيء من الحقيقه الدهشه، لان كان هؤلاء النواب جايين من بلاد الواك واك لا يعلمون ان كل شيء في هذه الاتفاقيه يتم بدافع وتحريض من عبد الفتاح السيسي، وان السيسي هو المسؤول الاوحد في هذه الدولة عن إبرام هذه الاتفاقية وعن إبرام هذه الصفقة المشبوهة برمتها. هؤلاء النواب اتعاملوا مع الأمر بسذاجة مفرطة، كأن مثلا البرلمان مرر هذه الاتفاقية بدون علم السيسي، والحقيقة أنه كل الإجراءات اللي عملها السيسي من أجل أن نصل إلى هذا المشهد في النهاية، قانون السلطة القضائية المشبوهة الذي يعني صدر خصيصا لإقطاع بعض القضاة الذين حكموا بمصرية الجزيرتين، والتضييق الأمني على كل مؤسسات الإعلام والصحف وكتاب الرأي الذين يدافعون عن مصرية الجزيرتين، وكل الملاحقات الأمنية بحق القوى السياسية وشباب القوى السياسية والحركات الاحتجاجية اللي بيقولوا إن الجزيرتين مصريتين،
ده كلام حقيقه كان يقول للنواب اللي تقدموا بطلب لعبد الفتاح السيسي، ما انتوا بتضيعوا وقتكم وبتعملوا اجراءات يعني فاسده. طيب عماد، هناك تفسير يقول، وده ذكره ضيفي من كندا الدكتور ثروت نافع البرلماني السابق وحتى الاستاذ نزار هنا في الاستوديو، بيقول ان احنا قدام مسرحيه وقدام محاولة اصطناع يعني معارضة من داخل النظام وتبريد المسألة فيما يخص الرأي العام. هل تتفق مع هذا الطرح أم أن هذا الطرح تآمري إلى يعني في بعد منه؟ لا، الحقيقة أنا مش متفق مع هذا الطرح، وأنا أبرر موقف هؤلاء النواب بأنهم واعين تحت ضغط الرأي العام الذي يطالبهم بالاستقالة، وتحت ضغط قلة الحيلة اللي مش قادرين يتصرفوا بيها قصاد الأغلبية الموجهة أمنيا جوه البرلمان، عشان كده لجأوا إلى هذه الحيلة وإلى هذا الإجراء. اسمح لي، طب هم لماذا لم يستقيلوا؟ لماذا حتى قبل مناقشة هو ده مربط الفرس، لأنه هناك مطالبات عديدة لهؤلاء النواب بالاستقالة من هذا البرلمان الشكلي جدا، اللي كل مهمته في الحياة انه اصبح حامل اختام السلطه وحامل اختام الحكومه ومحلل لكل السياسات المشبوهه والاجراءات التي تتخذها السلطه التنفيذيه. احنا ما عندناش في مصر، بس عشان نبقى متفقين، احنا ما عندناش مؤسسات في مصر، احنا عندنا دوله محكومه حكما اوتوقراطيا عضوضا. طب ممكن عماد ان يعني امني لسلطه تنفيذيه، اما السلطه القضائيه فحضرتك متابع ان بيتم انتهاكها ومحاوله يعني اضعها بالقوه. ابقى معي عماد، يعني أنا أريد أن أناقشك أكثر في الموضوع، أرجو أن تبقى معي لأن معي ضيف آخر من فترة موجود على الهاتف، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي السيد سليمان الحكيم. سيد سليمان، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. نعم، لعلي قبل الهواء مباشرة كنت أطلع على مقال لك أعتقد على موقع مصر العربية، رفضت فيه فكرة تسليم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية وللموضوع برمته. لماذا سيد سليمان؟ نعم، التسليم بتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، يعني لو استخدمنا منطق الفلاش باك في الذي يتبعه السينمائيون عادة بالعودة إلى الماضي، يعني ان مصر هي التي اعتدت على اسرائيل وليست اسرائيل هي التي اعتدت على مصر عام 67. يعني مصر انتزعت حقا اسرائيليا في الجزيرتين، وكان على اسرائيل ان تحارب دفاعا عن هذا الحق. ما ياتي بعد ذلك بعد 67 كله اصبح مبررا في نظر اسرائيل. العدوان 67 أصبح مبررا، قضم الأرض من جانب إسرائيل وضم الأراضي السورية والفلسطينية والضفة الغربية وإلى آخر الأراضي التي أعلنت إسرائيل ضمها، يعني بالضبط أنها بتعوض ما خسرته في حرب هي دفعت إليها، ولم تكن كانت حربا شرعية، حرب تحرير إسرائيلية لأراضي تم الاعتداء عليها من قبل مصر. في القانون الدولي إسرائيل تستحق التعويض عن هذا العدوان المصري على أرض إسرائيلية أو على أرض، طبعا هي إسرائيل الطرف، لما سيبك من السعودية، السعودية دي مجرد ستارة للمسألة، يعني للتخفيف عن وطئة التنازل عن الأرض، كما لو كان التنازل بيتم لأرض عربية من بلد عربي لبلد عربي آخر. نعم، ده في نظر يعني هكذا تمت اللعبة، لكنها في النهاية هي من التنازل بيتم من مصر بلد عربي إلى إسرائيل. ليه؟ لأنه إسرائيل بعد عملية التسليم سوف تكون مكلفة بتولي الترتيبات الأمنية في الجزيرتين التي كانت تقوم بها مصر من قبل. يعني مصر كان عليها حسب اتفاقية كامب ديفيد بعض الترتيبات الأمنية في اتفاقية كامب ديفيد على هاتين الجزيرتين. طب أنا عفوا على المقاطعة أستاذ سليمان، يعني هو النظام مش عارف كل الكلام اللي بتقوله حضرتك، ولا إن السعودية هتسلم الجزيرتين زي ما حضرتك بتقول لإسرائيل بعد كده، يعني طب هو متماشي مع هذه يعني المؤامرة ليه؟ أرضا
مش الجزيرتين أرضا لإسرائيل، ولكن التكليفات الأمنية التي كانت تقوم بها مصر حسب اتفاقية كامب ديفيد على الجزيرتين سوف تتولاها إسرائيل. فتصبح يعني إسرائيل فتصبح السعودية مجرد وسيط سلم واستلم. طيب وهل النظام في مصر او على راسه رجل عسكري يسلم جزيرتين مصريتين الى اسرائيل؟ هو حكايه عسكري والعسكري لا يخون، سيبك من الكلام ده. سيبكم من الـ من الـ من الـ من حكايه ان العسكري لا يسلم وانا اثق في الرئيس وانا اثق في المخابرات وانا اثق، لا المساله اكبر من انك تثق او لا تثق، المساله مساله وطن، لا تثق او لا تثق هذا شانه، لكن ما يحدث على ارض الواقع كويس. عفوا اصل ده مش كلام يا استاذ سليمان، بس عشان اوضح ده كلام زميلك في هذه المهنه هو موجود معانا على الهاتف الان الاستاذ سليمان جوده. استاذ سليمان جوده معانا، هو بيقول لحضرتك او كان بيقول للمشاهدين لا ان الجزيرتين سعوديتين وان هو بيثق في الجيش المصري وبيثق في السيسي وتسليمه للجزيرتين ان هي مش ارض مصريه، ده كلام الاستاذ سليمان جوده لو ليك رد يعني. يا سيدي يتحمل مسؤوليه كلامه، لكن انا اتحمل، انا لي الواقع، الواقع الان امامي واللي اعترف به الاستاذ مكرم محمد احمد ان اسرائيل ان سلمان يا اخي انا هقول لك الموضوع من اوله وشوف بقى تثق او لا تثق. الراجل اللي اسمه السيسي بيقول لك انا 2014، الموضوع مش جديد، قال بعظمه لسان في اجتماع ان الموضوع مش جديد، الموضوع سنه 2014 مجرد ان تولى سده الحكم طلب ملف الجزيرتين دون ان تطلب السعوديه ذلك. السعوديه ما طلبتوش باسترداد الجزيرتين باعتبارهم ارض سعوديه. هو الذي تبرع وتطوع بعمل دراسات وابحاث طلبها من المخابرات ووزاره الخارجيه، ايه موقف الجزيرتين دول؟ فقالوا له ان الجزيرتين دول سعوديه، قال انا اميل انا انه دول، انا شاكك، انا هو بيقول يعني ان دول سعوديتين، هل ده صحيح ولا مش صحيح؟ فطبعا التوجيه ما كانش مباشر لكنه كان بطريقه الالتفاف لاجهزته بانه اعطوني ما يثبت ان هاتين الجزيرتين سعوديتين. طيب انت شوف ده كاشف، هذا الكلام كاشف لمنطق الحكم، منطق الاستبداد واستبعاد الشعب واقصائه وعدم الاكتراث الموقف الشعبي، يعني هو وهو يطلب ذلك ما حطش في اعتباره موقف الشعب ايه من هذا من هذه التقارير او هذه الابحاث. ما اعتبرش الشعب طرف في الموضوع، هو طرف وطرف طيب. اساسي يعني وطرف باعث يعني في النهايه يا استاذ سليمان قبل ان اختم حضرتك، في النهايه الراجل هيوقع على قرار على تمرير الجزيرتين للسعوديه يعني من النهايه طلبه هو حسب طلبه هو السعوديه طبعا. لم تطلب. نعم شكرا جزيلا السيد سليمان الحكيم الكاتب الصحفي، واذهب الان لزميلتي حياه اليماني ستعرض على حضرتكم عدد من تعليقات مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليك حياه. نعم احمد بالتاكيد انت تتابع قضيه تيران وصنافير والتي يتابعها كل مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا على شاشات التلفاز ولديهم عدد من الاسئله والتعليقات سواء بالتاييد او بالرفض. احمد سعد يقول لو رجاله وطنيين بجد يقدموا استقالات جماعيه ويطالبوا بحل المجلس وإسقاط السيسي الخائن على حد قول أحمد السعد. عواد يقول خير البر عاجله، بيوقع وبيشفط كم مليار، هذا رأي عواد. وطاهر يقول نواب الكرتون مش أكتر، هذا اتهام للمئة وعشرة نواب الذين يطالبوا بتأجيل التوقيع. خالد يقول اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري سحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزم السيسي والأسد وإيران وروسيا وأمريكا وبني صهيون هم وكل من عاونهم وساعدهم أيضا. تامر يقول ربما طلبوا التأجيل ليمتصوا غضب الشارع وحتى ينسى الناس الموضوع وينطفئ حماسهم. أيضا الحاج يقول السيسي راجل عفيف وشريف وما يظلم شيء، حد قرر إرجاع النيل لإثيوبيا وتيران وصنافير للسعودية، وبعد ما تهدى الأوضاع حيرجع حلايب وشلاتين للسودان، مش الراحل قال لكم بندير سياسة بشرف في زمن
عز فيه الشرف. وهنا حديث كبير عن مسألة الشرف. أحمد أذهب إلى تويتر وتعليقات أخرى. أسامة يقول: ليه هو سيسي أهبل، سيتجاهل 482 نائب وينظر إلى 119 نائب؟ هي دي بقى الديمقراطية، أقل الأقلية تحكم البلد. طبعا استنكار كبير لمسألة أقل الأقلية. أوفيشل عمر أو عمرو يقول: وسيذكر التاريخ القائد سعد الدين الشاذلي استرد تيران وصنافير من إسرائيل في رمضان 73، وقام السيسي بإعطائها لهم في رمضان 2017. هذه المصادفة عليها مزيد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. سلام عبد الحميد الصحفي يقول: مش هتعملوا جبهة إنقاذ؟ طب حركة تمرد؟ طب حتى انزلوا عند الاتحادية، البيادة تليق بأفواهكم. هذا تعليق سلامة عبد الحميد. أيضا سامح يقول: مصر ومؤسساتها لا تخون ولا تغدر، ولكن ترد الأمانات إلى أهلها، ذلك على وسم تيران وصنافير، ويبدو أنه يعتبرها سعودية لكنه لم يكتب ذلك. شهد تقول: فاكرين الأراجوزات دول لما كانوا دوشن بأكذوبة بيع الإخوان لمصر؟ إذن هي تقول أنه من باع مصر ليس الإخوان ولكن باعها آخرون. هناك أيضا مزيد من التعليقات التي كانت تطرح نقطة أساسية: إذا كانت الأرض محل جدال، لماذا لم يذهبوا إلى وسيلة تحكيم دولية؟ لماذا لم يستمعوا لرأي القضاء؟ لماذا ظهر هذا الفيديو الذي أظهر مجلس الشعب وهو يعني في حالة عبثية، لم يستطع أحد إحصاء الأرقام؟ وهذا ما يعتمد عليه الرافضين لهذه الاتفاقية أو لسعودة تيران وصنافير. شكرا جزيلا لك حياة. ومنك أذهب إلى ضيفي في تورنتو البرلماني السابق دكتور ثروت نافع. دكتور ثروت، يعني إذا لم تكن تعول على هذا البرلمان كما ذكرت في بداية كلامك، أو على الأقل للمعارضين للاتفاقية، فعلى من تعول في فكرة أن الجزيرتين مصريتان وما يحدث هو انتهاك لمصر؟ على أصحاب الحق الأصيل وهم الشعب، وهو ده الفكرة من الأول لما قلت الحل في الشارع والحل في الشعب. ومن أوقف في الاتفاقية حتى الآن منذ إبريل إلى الآن هو مظاهرات 15 إبريل ليس أكثر. ولذلك أنا عايز أرد بس سريعا على الأستاذ بتاع مصر الصحفي اللي بيقول لك فنيا، هقول له يعني على الأقل اقرأ كتاب شخصية مصر لجمال حمدان، وهو عالم عالمي في الجغرافيا ومعروف في الجغرافيا والتاريخ، الفصل العاشر صفحة 582 هتثبت لحضرتك من جمال حمدان ايه وكاتبها ان تيران وصنافير طول عمرها مصريه منذ الفراعنه، وهو بيحدد حدود مصر منذ الفراعنه. فاظن لو انت كاتب صحفي فعلا وبتتكلم عن الفنيات، ده مش فنيات، ارجع للتاريخ والجغرافيا من كتاب من اشهر الكتب المصريه. اما عن الفنيات فاحنا جبنا كمان خرائط من ستانفورد وجبنا خرائط من الكونجرس الامريكي وعندنا مستندات. هات لي انت بقى مستند واحد من صديقك اللي رحت كلت عنده السفير السعودي بيقول ان تيران وصنافير دفعوا عنها السعوديين في يوم من الايام. حتى هذا الضابط الذي خان الشرف العسكري وقال ما فيش نقطه دم نزلت في تيران وصنافير هو كذاب مثل رئيسي، لان مش لازم كل يعني في مثلا 3 متر جوه سيناء الشماليه ما نزلش فيهم نقطه دم، هل دول اسرائيل تروح تاخدهم؟ لا، هو كذاب، هو نزل دم. ومن دافع عن تيران وصنافير منذ الفراعنه هو كان المصريين. اينما متى مورست السياده السعوديه على تيران وصنافير؟ منذ ان وجدت تيران وصنافير في التاريخ. هات لي مستند واحد من صديقك اللي رحت كلت عنده حضرة الصحفي قبل ما تقول الفنيات وغير الفنيات. وكذلك عبد الفتاح السيسي الذي رفض أن يستمع إلى آراء خبيرة جاءت من المخابرات المصرية، وكذلك رئيس الأركان المصري السابق الذي حارب من أجل تيران وصنافير، وكذلك رئيس القوات الجوية السابق ورئيس وزراء مصر والذي حارب من أجل تيران وصنافير. كل دول مش ضباط جيش؟ كل دول ما حاربوش؟ السيسي ما حاربش، السيسي عمره ما حارب. وما فيش حاجة في أي دولة اسمها أصل الرئيس قال ولا فلان قال، في حاجة اسمها الشعب قال إيه. جيمس كومي رئيس الإف بي آي في أمريكا بيقول أنا الرئيس قال لي أي هوب، أتمنى، مجرد أتمنى دي اعتبروها obstruction of justice، مش واحد راح قال للمخابرات بتاعه هاتولي المستندات اللي تثبت السعودية. ما طبعا كل اللي هيقولوا له هيقولوا له حاضر يا فندم، أنت في دولة أنت في دولة بتمشي بالأمن وبشخص واحد. كلام فارغ وكلام مش جنب بعضه. والحق الأصيل في هذا الموضوع لمن ضحى بحياتي، كل واحد في مصر عنده شهيد، كل بيت في مصر عنده شهيد أو عنده حد حارب في حروب مصر السابقة، يعني كل جيش في مصر يمتلك تيران وصنافير، ليس عبد الفتاح السيسي،
عبد الفتاح السيسي باع تيران وصنافير، احنا عايزين حد يرد على المستندات الذي جاءت بأنه باع تيران وصنافير مقابل 4 مليارات دولار من السعودية، جت على ها آرتس الإسرائيلي وجت في الصحف الأمريكية، وهو لم يرد ولا مخابراته ولا أي حد من النظام. عبد الفتاح السيسي باع الأرض، شكرا لذلك جزيلا. هو يبيعها، فما حدش يقول لي ازاي بقى ضابط جيش وعايز يسيب تيران وصنافير، لانه بيحافظ على كرسي من الفلوس اللي خدها من الخليج. نعم، ادي الفكره. شكرا جزيلا الدكتور ثروت نافع البرلماني السابق، كنت معي عبر سكايب من كندا. اذهب الى عماد حمدي سريعا. عماد، نفس السؤال الذي سألته للدكتور ثروت نافع، لا تعويل على البرلمان أو على معارض الاتفاقية داخل البرلمان، الشارع يبدو أنه حتى هذه اللحظة الشارع المصري غير متحمس للنزول بكثافة، إذن يعني من سيحسم الأمر؟ أم أن الأمر حسم بالفعل من قبل النظام بسعودية الجزيرتين؟ لا، يعني هو لو على النظام طبعا هو يريد التفريط في أكثر من الجزيرتين، لأنه اختصار شديد اتفاقية تيران وصنافير هي جوهر ما يعرف بصفقة القرن والترتيبات الإقليمية الجديدة التي يرعاها سيد الهيئة الأبيض دونالد ترامب مع حلفائه الإقليميين. السعودية مجرد وجهة، أتفق تماما مع هذا الرأي. المستفيد الأول من تمرير اتفاقية تيران وصنافير هي إسرائيل التي ينسق معها النظام تنسيقا كاملا في سيناء، ولأنه عجز أن يقاوم الإرهاب في سيناء ويواجه الاضطرابات المنتشرة في سيناء، فهو سلم كروته وسلم أوراقه كلها إلى صفقة القرن، لأنه باختصار شديد هو يريد أن يثبت نظامه ويبحث عن شرعية دولية، ولا يعنيه الداخل في أي شيء، ولا يفترض عبد الفتاح السيسي ونظامه على تمرير اتفاقية تيران وصنافير. فإن الخطة الأمريكية للمنطقة وشكل المنطقة والترتيبات الإقليمية الجديدة ستتعرقل، ووقتها سيغضب عليه البيت الابيض وربما يطيح به او ربما لا يجدد فيه الثقه في فتره رئاسيه جديده، وهنا سيزول هذا النظام عن وجه الوطن، وهو امر لا يريد. هو ليس لديه مشكله في انه يفرط تيران وصنافير على اعتبار يعني انه في سلام مع اسرائيل، وفي ومساله انه القائد العسكري لا يفرط الكلام الفارغ ده، هي كلام ما فيش. يعني ربما انور السادات هو الذي فرط في انتصار اكتوبر بمناوراته الخبيثة السياسية مع إسرائيل، هو الذي أهدر انتصار السلاح. شكرا جزيلا. أنور السادات كان قائدا عسكريا، ما كانش جاي من تيار يعني. فالمسألة مش متعلقة بأنه قائد عسكري لا يفرط أو لا يفرط، ده كلام فارغ. حديث الوثائق تم تسويده في المحكمة، هم جابوا وثائق وإحنا جبنا وثائق، المحكمة فحصت فحص. يعني الإدارية العليا ده صحيح كان في حكم الإدارية العليا. على حال أن أأسف منك للمقاطعة عماد لضيق الوقت. عماد حمدي القيادي بتيار الكرامة كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، وأذهب للأستاذ سليمان جودة. أستاذ سليمان، ما رأيك فيما ذكره عماد وكثير من الضيوف والكتاب من أن المسألة برمتها تقع ضمن ما يعرف بصفقة القرن، والمملكة العربية السعودية ما هي إلا واجهة لتسليم الجزيرتين في النهاية إلى إسرائيل؟ هذا كلام في رأيي غير دقيق وغير صحيح، لأن صفقة القرن تتعلق بإقامة أرض فلسطينية إلى جانب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية. إقامة دولة فلسطينية في سيناء، هذه صفقة القرن. لا، دولة فلسطينية في على الأرض الفلسطينية، ما لا علاقة بالمنطقتين على الإطلاق. فارجع أما موضوع إيران وصنع. نعم. أما موضوع إيران وصنع، فكما قلت لك من البداية هذه مسألة فنية تحولت إلى مسألة سياسية لأسباب أحد أهم داعم النظام، وهو رئيس الهيئة العامة للإعلام الآن السيد مكرم محمد أحمد، في حوار على إحدى القنوات الخاصة التابعة أيضا للنظام قال أن الترتيبات الأمنية على جزيرتي تيران وصنافير ستذهب إلى إسرائيل، قال هذا نصا، وهذا أيضا ما قاله وزير الخارجية في مكالمته التي سربت مع محامي نتنياهو. سيد سليمان، هذا رأي الأستاذ مكرم، وهو مسؤول عن رأيه، وإنما عندما تسألني عن رأيي أنا أقول لك أن الجزيرتين جزء من مسألة أكبر، هي تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من أجل استغلال ثروات البحر الأحمر على الجانبين، الجانب المصري والجانب السعودي. يعني مكرم محمد احمد بيتكلم من دماغه، يعني مش صحيح. لا، انا ما قلتش، انا بقول لك هو هذا رايه وهو مسؤول عنه، انما لما تسالني على رايي انا بقول لك رايي.
طيب، ومكالمة وزير الخارجية المصري مع إسحاق ملوخ محامي نتنياهو حول هذا الأمر وترتيبات التسليم، ما رأيك فيها؟ هذه أنا بقول لك مسألة صفقة القرن وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، هذه مسألة وتعيين سامح شكري كان بيتكلم مع ملوخ على تيران وصنافير، لا يعني الخلط بين المسألتين مقصود، والقصد منه هو التشويش على القيادة المصرية وعلى الجيش المصري لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا سليمان جودة الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، ودعنا نختم هذا النقاش عندك أستاذ نزار. يبدو في وجهات نظر بتقول لك خلاص يعني الدولة بعمقها وبأدواتها تقول أن الجزيرتين سعوديتان الأمر انتهى يعني. مرة أخرى أنا أقول وأؤكد، الخيانة ليست وجهة نظر، الخيانة هي خيانة، ومن وصف القائمين بالتنازل عن تيران وصنافير هي المحكمة الإدارية العليا، هذه واحدة. أنا أعترض عليك أنت شخصياً أستاذ أحمد بأن الشارع ليس متحمساً، الشارع متحمس ويغلي وكلنا نعلم ذلك، لكن يعني دعني أوضح فكرة، هذا القول ليس رأيي، لكن على الأقل ما رأينا يوم الجمعة الماضي يقول أن الشارع كان غير متحمس، ما نزلش ببساطة يعني، فقط ضيق الوقت، مجرد تحليل، فقط ضيق الوقت سيمنعني من الرد، لكن باختصار شديد هذه الدبابات، هذا الهلع الأمني يعكس تأكد النظام من أن الشعب المصري بكامله يرفض هذه الاتفاقية. نعم. أنا أرد على كلام الأستاذ سليمان الحكيم وله كل التقدير، وأنا أعرف تاريخه في القضية العربية في القضية الفلسطينية تحديدا وكتاباته، وأنا أقدرها تماما، لكن أنا أربأ به أن يقع في هذه السقطة وأن يشبه بأن إسرائيل إذا لاحق. إسرائيل أصلا كيان مغتصب، كيان ليس له الحق في الوجود أصلا، وبالتالي ليس له أي مشروعية من أي نوع في المطالبة بأي شيء في الأرض العربية المصرية من باب السخرية أو السعودية. نعم. مرة أخرى نحن لا نتكلم بالرأي. في إبريل كشفنا عن المخاطبات التي أرسلها نظام عبد الفتاح السيسي إلى الأمريكان ليطمئنهم أننا نفي بعهودنا وأننا سنسلم تيران وصنافير. أنت تفضلت بكشف تسريب مع سامح شكري، ثم محمد بن سلمان قالها قولا واحدا، سنحصل على الجزيرتين وفي أقرب وقت، وبالتالي هذه معلومات لا تحتمل لا أراء ولا وجهات نظر من أي نوع من الأنواع. نزار قنديل الكاتب الصحفي أشكرك، شكراً جزيلا. مشاهدينا الكرام، الموضوع مستمر والمسائية أيضا مستمرة، بعد الفاصل لقاء مباشر مع وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد ميكي.